هل من شروط بيعة المهدي أن يكون في شهر ذو الحجة؟ لا يوجد شيء شرعي يتكلم عن وقت محدد لبيعة المهدي، ولكن يعني لربما كان في الشهور الحرم، لربما كان في وقت الحج، لربما يعني هذه كلها يعني واردة وهناك إشارات، ولكن ليس هذا بشرط. لذلك إخواني يعني نتكلم عن الحدث نفسه، يعني الآن النافذة تضيق على علماء السلاطين، يعني أصبح الجميع يعلم من هم علماء السلاطين، وأصبح العلماء الربانيون قليلة، وأصبح بالإمكان التفريق بسهولة ما بين العالم الرباني وعالم السلاطين. لذلك عندما تتم بيعة المهدي وسيكون هناك 7 يجتمعوا من العلماء الربانيين، سيكون قولهم يعني يؤخذ على محمل الجد، ثم بعد ذلك سنرى الخسف بجيش الخسف، وهذا سيؤكد لنا صحة البيعة. فإن شاء الله أبشروا وبشروا ولا تيأسوا من رحمة الله، يعني النصر قادم بإذن الله سبحانه وتعالى. الأخ يسأل: لا أرى تحرير البيت المقدس قبل الانتفاض وإسقاط طواغيت العرب. يعني ذهب التعليق، ولكن يعني نأخذ الحيثية الأولى التي استطعت أن أقرأ منها السؤال. نقول أن تحرير بيت المقدس لن يكون إلا بعد ظهور المهدي، وبعد 4 حروب للمهدي، وبعد ظهور الأعور الدجال، وبعد نزول سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. بعد أن يقتل سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام الدجال، وبعد الملحمة الكبرى، وبعد أن يكسر سيدنا عيسى الصليب ويضع الجزية ويذبح الخنزير، وقتها ستتحرر بيت المقدس. وللعلم إخواني يعني تحرير بيت المقدس هو أمر نستنبطه من القرآن الكريم وليس من أحاديث النبوية، إنما الأحاديث النبوية يعني تكمل لنا القصة. فمن الفهم القرآني أن علو بني إسرائيل سيكون مرتين، المرة الثانية ستكون الأخيرة. لذلك إن حررت بيت المقدس فلن يكون هناك بعدها شيء يسمى يهود، طالما أن سيدنا عيسى حي يرزق. بعد موت سيدنا عيسى أمر مختلف، ولكن يعني تحرير بيت المقدس سيكون فقط مرة واحدة. سؤال آخر تفضل: هل الله يمحص الآن قلوبنا في هذه المرحلة؟ من المؤكد إخواني أننا في فرصة عظيمة جدا من الثواب عند الله سبحانه وتعالى. يعني انقضى زمن الأنبياء، وهنيئا لمن عاصر نبي، ونحن حرمنا من فترة الأنبياء، ولكن الله سبحانه وتعالى يعني جعلنا في فترة ربما فيها شيء عظيم، ألا وهو الكروبات. الكروبات إخواني هي من النعم العظيمة التي تخفى على كثيرين. الكربة والشدة هي باب من أبواب الثواب. تذكروا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن أشد الناس ابتلاء الأنبياء، ثم الصالحين، ثم الأمثل، فالأمثل كل يبتلى بحسب دينه، فإذا كان في دين العبد غلظة كان ابتلاؤه غليظ، وإذا كان في دين العبد رقة كان ابتلاؤه رقيق. لذلك يعني هذا وقت ابتلاء، وهذا يجعل كل شخص مبتلى شديد الابتلاء يصل إلى درجة الأنبياء. طبعا لن نصلها، ولكن سنقترب منها. لذلك هنيئا لكل شخص يعني وصل إلى هذه المرحلة من الكروبات ثم صبر، فهذا الصبر سيعطي هذا الجزاء العظيم عند الله سبحانه وتعالى. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. بارك الله فيك. سؤال آخر تفضلوا إخواني، لمن عنده سؤال آخر. في أخونا يسأل: لماذا رقم 13 يشير إلى رقم الدجال؟ يعني لم يمر علي أن رقم 13 يشير إلى الدجال. مر علي في علوم الماسون أن رقم 13 هي درجة من الدرجات، وهي قبيلة من القبائل، يعني تعد قبيلة الشيطان في عرفنا.
بعد الأصباط الاثني عشر أو القبائل الاثناش فهذه القبيلة الثالثة عشر. ولكن مر علي أيضا في علومهم أنهم يعطي الأرقام عشرة وإحدى عشر واثناش أو تسعة وعشرة وإحدى عشر، هذه أرقام لها أهمية عندهم في آخر الزمان، ولعل الرقم تسعة وإحدى عشر هي من أهم أرقامهم، والرقم تسعة عندهم يشير إلى الأعور الدجال أو إبليس، والرقم إحدى عشر يشير إلى الآخر. فلذلك هم يستخدموا الأرقام تسعة إحدى عشر للطوارئ لمنادات شياطينهم في الاستغاثة. أما الرقم عشرة فهم يستثنوه لأنه مجموعه يشير عندهم، طبعا هنا نتكلم عندهم، إلى رقم واحد، والرقم واحد هو عندهم الذات الإلهية التي يريد أن يتجنبها. تفضلوا، من عنده سؤال آخر فليتفضل. هل زوال إسرائيل قد اقترب؟ أولا إخواني نحن لا نقول زوال إسرائيل، إسرائيل هي صفوة الله أو عبد الله، وهي تشير لسيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام، فهي من الألفاظ المحببة لنا المسلمين، ولكن هؤلاء نقول عنهم بني إسرائيل. لذلك يعني نفضل أن نستخدم اللفظة القرآنية حتى لا نجانب الصواب، نقول دولة بني إسرائيل. وكما قلنا أن زوال دولة بني إسرائيل هو جزء من الوعد الحق، وقلنا أن الوعد الحق يقع ما بين دخول بني إسرائيل سنة 1948 المحرم إلى الأرض المقدسة، وما بين ظهور يأجوج ومأجوج في آخر الوعد الحق. ونحن يعني قطعنا شوط، يعني الآن 75 سنة من دخول بني إسرائيل الدخول المحرم، ونظن أن تبقى القليل حتى نشهد باقي الأحداث، ولا زال بعض الأحداث أو بعض الأمارات يعني تفصلنا ما بيننا أو تفصل ما بيننا وما بين زوال دولة بني إسرائيل، إلا أنه يعني هذه سنين ولا نعلم مقدارها. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل، من عنده سؤال آخر؟ هل يمكن للجزائريين تحرير فلسطين؟ يعني إخواني يعني هنا نشير إلى أهل الصوف. أهل الصوف في الحديث عندما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يجلس وكان يتكلم معه مجموعة يلبسون الصوف، وجاء شخص من الصحابة خاف على الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم معهم ويقول تغزونا. وأهل الصوف يعني هناك من يعتقد أنهم من الجزائر، هناك من يعتقد أنهم من ليبيا، هناك من يعتقد أنهم من تونس، ولكن بشكل عام يعتقدوا أنهم من المغرب. فنقول إنه حروب المهدي سيكون جيشها أو غالب جيشها من المغرب، ونقول والله أعلم. لذلك يعني الجزائر نعم مرشحة أن تكون من جند المهدي في آخر الزمان. تفضلوا، من عنده سؤال آخر؟ الأخ الكريم يسأل عن عسقلان. نعم هناك حديث صحيح يتكلم أنه أفضل الرباط هو رباط عسقلان، ونعلم أنه عسقلان الآن محتلة وهي محاذية لغزة، يعني مجاورة لغزة، والآن يقولون عنها أشكلون أو عسقلان، والآن هي فارغة من سكانها نتيجة الحرب الواقعة حاليا. ولعل هذا الحديث في إشارة أن هناك أمور ستحدث على الساحة، وأنا أقول الله أعلم. يعني هذه من مبشرات النبوة أن أفضل الرباط في آخر الزمان سيكون في عسقلان. كيف يمكن مساندتكم؟ إخواني يعني لا نريد أن نكون حماسيين ولا نريد أن نكون عاطفيين أكثر من اللازم، يعني كل إنسان على ثغرة وكل إنسان يدرك إمكانياته، ولا حاجة أن يسأل إنسان آخر ماذا علي أن أفعل. كل إنسان يسأل نفسه بماذا بإمكاني أن أفعل. هناك من يستطيع الدعاء، هناك من يستطيع أن يساعد بالإطعام والإكساء وغيرها من الأمور، فليفعل كل إنسان قدرته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل هناك رؤى تخص الأوضاع الحالية؟ إخواني الرؤى لم تتوقف كما قلت في بداية هذا اللقاء،
لم تتوقف الرؤى بتاتا، الرؤى مستمرة، ولكن كما قلت أن الرؤى الحالية التي تأتي تحمل نفس المضامين التي تكلمنا عنها. نحن تكلمنا في مضامين يعني كثيرة ولا زلنا نحياها ولا زلنا نعيش، لذلك لا يوجد شيء جديد. نحن نحيا مضامين الرؤى ونحيا مضامين حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ونحيا مضامين فهم القرآن الكريم التي تتكلم في آخر الزمن. شيخ اليوم إذا قليل ويجلهم بالشام هل يتعرضون للإبادة؟ لا يشترط أن تتعرض المسلمين إلى الإبادة حتى نقول عنهم قليلون، ولكن القلة هنا لربما تتكلم عمن تبقى فيهم من نخوة أو من تبقى عندهم قدرة على النصرة، فلربما يعني الحديث هم كثر كثيرون تشير لأنه العرب يعني كثيرين، ونحن نعلم أنه المسلمين في الدنيا يعني يقفزوا أو يتخطوا عقبة المليارين، يعني أكثر من 2,000,000,000 مسلم في الدنيا. ولكن السؤال، مع أنه نعلم أنه جل هؤلاء قلوبهم نظيفة وبيضاء، ولكن الاستطاعة عند هؤلاء شبه معدومة لنصرة الإسلام والمسلمين، فنحن يعني لا نعيب على أحد عجزه، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى ونستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الكسل والعجز. فالعجز الشيء يعني تعوذ منه صلى الله عليه وسلم، ونحن نتعوذ من العجز، ونحن عاجزون في هذا الزمان، لأن الشيطان أحكم يعني القبضة على المسلمين في الدنيا كلها. ونتذكر قول الله سبحانه وتعالى: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكننا من الخروج من هذا العجز، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يكون عندنا كسل.